بالنسبة لمشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي، أكيد هو أحد مشاريع مؤسسة نهر الأردن، وهي المؤسسة بتقدم برامج مختلفة في تمكين المجتمعات، في الريادة الاجتماعية، في التدريب والاستشارات. والمشروع حاضنات الابتكار ينبثق من أحد مشاريع تمكين المجتمعات، واللي هو بيركز على توفير مساحات آمنة للشباب، كيف الواحد بيقدر يبتكر، كيف الواحد بيقدر يكون ريادي أعمال، كيف بيقدر يكون عنده مشروع مستدام. طبعا بنشتغل بهذا المشروع تقريبا من 7 سنوات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، منظمة اليونيسف، وأيضا وزارة الشباب الأردنية. مؤخرا اشتغلنا على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو تقديم الكاباسيتي بيلدينج، اللي هو تمكين القدرات الشبابية في المهارات الحياتية، في الانوفيشن، في التكنولوجيا، في خلينا نحكي ريادة الأعمال، كيف الواحد يأسس مشروعه من الصفر. وبنفس الوقت بعديها انتقلنا لبرنامج ثاني، واللي هو برنامج أردن مبتكر. هذا البرنامج بيستنوه الشباب، دائما تابعونا واحضرونا لحتى تعرفوا كيف تقدروا تقدموا على هذا البرنامج. في ويب سايت اسمها او بلاتفورم اسمه upshiftjordan.com تقدروا تقدموا عليه من خلاله، واللي بنمنح فيه التمويل والتدريب التقني وبرنامج احتضان شامل للشباب بيستمر لاكثر من 6 شهور بيساعدهم على استمرار فكرتهم. والاهم من هدول الجزئين بهذا البرنامج، واللي هو انا بعتبره ماي بيبيز، اللي هم الحاضنات الابتكار الاجتماعية اللي أسسناها بوزارة الشباب. أنشأنا مؤخرا 12 حاضنة. عم نحكي في حاضنة في الكرك، بمعان، بالطفيلة، بالعقبة، بكل محافظات، بإربد، بكل محافظة المملكة. نعم صحيح. هاي الحاضنة بيقدروا الشباب يتوجهوا لإلها، يشاركوا في برامجها، في برامج مختلفة. يا ريت لو كانت هاي البرامج موجودة بشكل سابق من قبل أنا أشارك فيها. بالضبط بالضبط. بس فعلا هي برامج قيمة بتخدم الشباب وبتخدم تطلعاتهم، بتمنى انه حقيقي بتخدم تطلعاتهم. وهي موجوده بمنشآت حكوميه، يعني انت بتروح بتاخذ لابتوبك، او مش ضروري تاخذ اللابتوب تبعك، موجود لابتوبس، موجود انترنت، في خطه برامج شاملة ومتكاملة تعنى بتطلعات الشباب. وبنفس الوقت it's a network place، يعني كيف تقدر تتعرف على ناس لحتى تساعدك كيف تبني مشروعك، كيف تستفيد من الفرص المتاحة، وتبني كمان علاقاتك يعني بالتأكيد بالمجال اللي انت حابب تكبر فيه وحتى تطور مشروعك. أكيد. ذكرتي برنامج أردن مبتكر هيك بشكل سريع، بس عرفنا انه هو احد برامج حاضنات الابتكار الاجتماعي، بس تحديد إذن بشو تخصص هذا البرنامج؟ إذا ممكن تحكي لنا عنه بشكل أكبر. أكيد. هلأ نحن في برنامج أردن مبتكر عم بننفذه للسنة السادسة، الفوج السادس حاليا رح يخلص معانا بشهر 6 ورح تفتح السايكل الجديدة. يعنى بتبني المشاريع، تمويلهم، تقديم برنامج احتضان شامل لهم. المشاريع الشبابية عم نحكي نحن شوي منحازين لفئة الشباب، خلينا نحكي عمرا من 14 سنة ل 28 سنة. طبعا كل الناس شباب نحن بنعتبرهم، بس نحن مضطرين انه نركز على هاي الفئة العمرية لحتى نخدم اكبر فئة ممكنة. الشباب مثلا بيكون في عنده فكرة، بنساعده يكبر هالفكرة، الفكرة لحل. مثلا في عنا تشالنج، في عنا مشكلة مجتمعية، بصير في عنا سوليوشن، الحل لهذا المشكلة يلي هي موجودة بالمجتمع المحلي المحيط فيهم. نعمل له تدريبات. طبعا هاي الأفكار والمشاريع اللي بتكون موجودة عنا هي بتكون مستجابة لأهداف التنمية المستدامة، اللي هي أهداف الأمم المتحدة بشكل، يعني في عنا مثلا مشاريع في الجرين انتربرنورشيب، في عنا البيئة، ريسايكلينج، التغذية، التغذية الصحية، الرياضة، التكنولوجيا، الصحة النفسية، كلياتها هدول الشباب بيقدروا يقدموا عنا فكرتهم. وبعدين في عنا مراحل مختلفة، اللي هو السلكشن، وبيكون في عنا بانيل ديسكشن، بيعرضوا مشروعهم قدام لجنة مختصة، بيكون في عنا عدة خبراء أيضا حتى يساعدوهم كيف يقدروا يشتغلوا على الفيزابيليتي ستدي، كيف نقدر نعمل دراسة جدوى، كيف نقدر نتحقق من صحة الفكرة يلي هم طارحينها، كيف يبنوا على الفكرة، بنفس الوقت كيف يعملوا بيتشينج قدام لجنة متكاملة من الخبراء، لحتى وكمان ممكن يكون انفسترز، يعني فأول زي برزنتيشن خلينا نحكي، أو هيك نبذة عن مشروعهم لحتى يقدروا ياخذوا تمويل. اكزاكتلي. نحن كمان بنعلمهم كيف هم
يفوزوا بهذا التشالنج. يعني مش بس بنقول لهم يلا تعالوا اتدربوا وخلصوا، لا، نحن بنعلمهم كيف انهم هم يقدروا يتاهلوا. يعني انا بدي احكي لك اكزامبل، واحد من المشاريع اللي اخذ معنا هذا التدريب هو كان من مخيم الزعتري، تاهل لجلوبال تشالنج لمسابقه عالميه وفاز ب 20,000 او شيء زي هيك، يعني بشكل بشكل عالمي، كان في تقريبا 9 دول عالميه. فبعد ما احنا يطلع بهذا المشروع نقدم له برنامج احتضان شامل، اكيد بنقدم له التمويل، هو جزء بسيط من المبلغ، ولكن بقدر يبلش فيه، لانه نحن عم نحكي عن الايرلي ستيجز، المراحل الاولى في المشاريع الرياديه. أريج، كنت بدي أسألك، نحكي عن ريادة الأعمال بالأردن، شو الإجراءات اللي اتخذتها نحكي الحكومة لدعم الريادة، وهل في اهتمام فعلي وتطوير حقيقي في هذا المجال؟ هلأ رند، يعني أكيد هلأ دايما أي بيئة لريادة الأعمال هي في عنا تشالنجز، ولكن نحن بدنا نبلش بالشي، خلينا نحكي، خلينا نكون أوبتيمستيكس شوي أكتر، نكون متفائلين. هلأ أكيد جلالة الملك وجلالة الملكة دعموا كتير موضوع الريادة، وتبنوا برامج ومبادرات تعنى بتمكين الشباب رياديا، تعنى بإشراكهم بالبرامج السياسية والاقتصادية لدفع نمو ولدفع عجلة الاقتصاد أكيد. ولكن بنفس الوقت نحن بيكون عنا طموح أكبر أكيد. يعني هلأ مثلا إذا بدنا نروح لوزارة الاقتصاد الرقمي، مؤخرا الأردن انتقلت 7 درجات أعلى في مؤشر الريادة العالمي. صحيح. كان رقمها 47 هلأ صار رقمها 49 من أصل 137 دولة، which is يعني وهو شيء كتير منيح، بس بنفس الوقت نحن لا، لسه عنا طموح أكبر، لسه بدنا نوصل أكبر. الطريق كثير طويلة يعني بالضبط. ولكن في، بس اسمح لي زيد أحكي نقطة مهمة، في كثير مؤسسات تعنى بدعم ريادة الأعمال. يعني الإيكو سيستم بالأردن، في مثلا وزارة الشباب، وزارة الاقتصاد الرقمي، المؤسسات والقطاع الخاص. مثلا بوزارة الشباب، خلينا ما نبعد كثير، نحن في المشروع اللي عم ندعمه بمؤسسة نهر الأردن، واللي هو إنشاء حضنات ابتكار اجتماعي وريادة أعمال، هذه أحد المشاريع اللي بتعزز دور الريادة واللي أثبتت نجاح لها أثر. يعني أكيد مزبوط. طب سريعا، إذا بنحكي هيك كلمة للشباب يلي عندهم مشاريع ريادية وعندهم أفكار ريادية وقابلة للتنفيذ، إيش ممكن نحكي لهم؟ أوكي، هلأ أنا بدي أحكي لهم، يعني الشباب، إنه الكل بحكي إنه ما في عنا فرص مادية، أنا بقول لكم إنه عن جد غلطانين، في مصاري، في موجود بس دوروا. يعني في فرص، في فرص مش معقولة، وفي فرص. يعني هلأ بالأردن الكل عم بدور على الفكر الريادي، بده يجتهد، بده يبحث، بده يسعى. يعني دايما ربنا بيحكي إنه اسعى وأنا بساعدك، بعينك على السعي. فكتير مهم الشباب يدوروا على هاي الفرص، وإذا بتبعتوا لي أنا بقدر أبعت لكم هيك أكم من فرصة أنا وجمعيتهم، يعني كم من رابط من هون ومن هون أكمل. بس حقيقي يعني إنه فكروا بطريقة مختلفة. يعني أنا حابة كتير أحكي إنه ما نضلنا فقط نخلص الدراسة ونخلص نتخرج من الجامعة ونحكي نحن بنستنى بديوان الخدمة المدنية ونستنى الوظيفة، لا، خلينا شوي نشتغل على الفكر الريادي، كيف بقدر يكون عنا مشروع، كيف نطور من حالنا، نطور من حالنا، والأهم 100%. نجيب ربح ونعمل نمو لنا بهذا المشروع لحتى نقدر إنه نساعد حالنا بالبداية. يعني باختصار، يعني نبادر إحنا كشباب ونعمل أحلامنا والمشاريع الريادية يلي ببالنا. يعني قطاع الريادة والمشاريع الصغيرة بتطور دائم بجهودكم وجهود بقية المؤسسات يلي كلها بتخلق تكافل بين أبناء المجتمع الأردني.